نتقابل مع بعض الشيف حسن ولميس، وانا نرحب بامنيه من ورانا في عالم الستات. مبسوطين قوي ان انتي معانا. انا معاكم جدا. نورانا اكتر، احنا اكتر يوم. علماء النفس قال لك لازم تبتعد عن الشخصيات التوكسيك دي، ومن اهمها الشخصيه الغيوره اللي طول الوقت بتقلل مني سواء في وشي او في ظهري. انتي لو قررتي تبتعدي وتقلعي عن الشخصيات الغيوره اللي في حياتك هيكون عددهم قد ايه؟ على حسب، يعني لو الشخصيه الغيوره دي بتاذيني هقرر ان انا ابعد عنها، لكن لو هي غيرانه مني بس مش بتاذيني ممكن احاول اتعامل معاها. طب عندك الجرأه تقولي على الهوا عددهم قد ايه؟ لا مش عارفه. بس العدد في الليمون. عشان كده عشان كده بسالها. اسامي عادي. ايوه. لا بغير اسامي. من غير اسامي. لا فعلا لا مش حاسه، مش حاسه ان انا متوسط. لا لازم تقعد تعمل مديتيشن كده وتفلتر. ممكن تقولي لنا كتير ولا قليلين اللي حواليكي؟ لا قليلين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وانت يا لميس؟ ان شاء الله ما يبقاش كتير. وانت تبعدي عن كام لو عملتي التمرين ده النهارده؟ عن مثلا 4 5. اوف. انت ابن اللي مقعدك كل ده يا بنتي. مش عارفه. ابعدي فورا. وانت؟ فوق الخمسه. لا فوق الخمسه. طبعا فوق الخمسه. بس انا عايز اسال سؤال برضه فيه. ما ممكن اكون انا. ممكن تكون انت. ممكن احنا نفسنا اللي غيورين؟ اه ممكن. ليه لا؟ اشمعنى احنا بنقول؟ طب ايه رايك بقى عشان نعرف نجاوب على السؤال ده نعرف الاول ايه الشخصيه الغيوره؟ وانت قلتي حاجه مهمه قوي في الاول، قلتي لو بتاذيني. فايه الشخصيه الغيوره وازاي ممكن تكون بتاذيني؟ تمام. الاول الشخصيه الغيوره دي هو شخص عنده نقص، هو حاسس ان عنده نقص او حاسس ان انت عندك حاجه مش عنده، فبيبدا يغير منك علشان الحاجه دي، وهو حاسس من جواه ان هو قليل وحاسس ان هو غير قادر، لانه ببساطه هو لو قادر ما هيروح يعمل الحاجه دي اللي هو غيران منها. بالظبط. طب ليه ما يحاولش ينمي نفسه، يطور نفسه؟ ما هو يقدر يبقى زيي، يشوف ايه اللي انا احسن فيه ويحاول يصلح منه. بص، هي دي محتاجه يكون عنده شجاعه وصراحه شديده جدا جدا مع نفسه. ان هو يقف مع نفسه ويعترف اصلا ان هو غلطان، لانه كتير بينكر ان هو غلطان، ان هو غيران، سوري. فمحتاج ان هو يعترف قدام نفسه اصلا ان هو غيران، ويسال نفسه انا غيران من ايه؟ طب الحاجه اللي انا غيران منها دي لو هي مش عندي ابدا اشتغل على نفسي علشان اكتسبها. طب امتى اعرف ان اللي قدامي شخصيه غيوره بجد، ولا يمكن انا اللي عندي افكار سلبيه مخلياني شايفه اللي قدامي كده؟ حكم طيب. عليه غلط. هقول لك العلامات اللي تقول لك ان الشخص ده بيغير منك، يمكن انتوا قلتوا بعضهم. ان اول حاجه هتلاقيه طول الوقت بيحاول يقلدك علشان هو نفسه يبقى زيك. غير كده هيتعمد يديكي نصايح غلط علشان هو نفسه يوقعك. غير كده هيحاول ان هو طبعا طبعا ما بيحبش نجاحك خالص. نجاحك دي حاجه بتضايقه جدا، ولو انت بتحتفلي بنجاحك هتلاقيه هو اختفى تماما او بيدي اي اعذار علشان مش قادر يشوفك وانت ناجحه.